قدرت الديفا سميرة سعيد على مدار مشوارها الفني إنها تقدم فن حقيقي وهادف، جمعت من خلاله حب وتقدير الجمهور آليها سواء في مصر أو الوطن العربي بالكامل. وبرغم إنها مغربية الجنسية إلا إن أجمل أغانيها غنتها باللهجة المصرية. سميرة سعيد زيها زي كتير من الفنانين اتأثروا بضعف سوق الكاسيت، وبالفعل لم تطرح أي أغنية من حوالي 5 سنوات تقريبا، لكن الحقيقة كان ليها مشاركة متميزة جدا السنة اللي فاتت من خلال برنامج صوت الحياة مع الفنان هاني شاكر وحلمي بكر. بعد غياب قررت العودة من جديد لجمهورها السنة دي من خلال الستايل المغربي الجديد، والحقيقة انتهت بالفعل من تصوير الكليب الجديد ما زال مع المخرج المصري هادي الباجوري، والأغنية مستوحاة من الثقافة المغربية. تفاصيل أكتر هنعرفها حالا من الديفا سميرة سعيد. هي الطلة المغربية الحقيقة أنا بقالي كتير قوي ما كنتش عملت أغاني مغربية فترة طويلة قوي، وانا في بداياتي الفنيه ابتديت من خلال الاغنيه المغربيه، وبعدين انقطعت لما جيت اقمت في القاهره، فبقى كل شغلي من خلال مصر والحمد لله على مدى المشوار والرحله عملت حاجات كتير قوي. بعتبر مثال دي نوع من الرجوع المبدئي كده، يعني اللي هو زي بسخن شويه بفكر الناس، يعني انه بقى لي شويه فتره طويله 5 سنين تقريبا ما عملتش حاجه جديده، فبرجع باغنيه يعني زي كامين باك. يعني العمل الاخير الحقيقه ان اول ما بعت له الاغنيه على الميل كده قال لي لا الغنوة دي جميله وانا هعملها. يعني انا كنت بفكر طب اصورها وما اصورهاش، اعملها ما اعملهاش، يعني الحقيقه يعني ما كانش عندي قرار نهائي ان انا اصور، بس لما لقيت هو كمان حماسه للاغنيه كبير قوي فقلت يلا كده اصورها، واكيد هيبقى شكلها مختلف لانه هادي كمان لما بيتحمس ولما بيحب حاجه بيعملها حلو. فالحقيقه خلاني يعني هو حمسني، ولما بعت لي كمان الفكره حبيت الفكره اكتر كمان، وحسيت ان ممكن تبقى حاجه مختلفه ولذيذه. يعني شفت الشكل اللي هو عامله لي حسيت ان هو انا هبقى مختلفه في الغنوه دي، وده شجعني قوي يعني الحقيقه. احنا حطينا تيزر الحقيقه لغايه دلوقتي ما حطيناش الاغنيه، يعني الاغنيه لسه هتنزل ان شاء الله كده يعني خلاص. هنروح دلوقتي للمخرج المتميز هادي الباجوري، واللي بيعتبر من أهم مخرجين الكليبات الغنائية في مصر، واللي انتقل مؤخرا لعالم السينما من خلال فيلم واحد صحيح واللي قام ببطولته هاني سلامة. وبيتعاون المخرج هادي الباجوري من جديد مع الفنانة سميرة سعيد من خلال أغنيتها الجديدة مازال، وده مش التعاون الأول ما بينهم لكن الحقيقة التعاون الخامس بيقدمها المخرج هادي الباجوري في 6 أشكال مختلفة مستوحاة من الثقافة المغربية. وطرحت الفنانة سميرة سعيد مؤخرا الإعلان الأول لأغنيتها الجديدة مع المخرج هادي الباجوري. تعالوا مع بعض نلتقي بيه ونشوف هيقولنا إيه على تعاونه الخامس مع الفنانة سميرة سعيد. بعد اول مره غير تاني مره غير تالت مره، فلما بيبقى في ثقه اكتر بين الاثنين وفي ممكن يمكن في نوع من نوع التفاهم، هي اكيد مادام بيحصل في اختيار ان هي اللي عايزين نعملها الاغنيه بيبقى بناء على الفكره، افكاري، طريقه تفكيري، الكواليتي اللي بعملها، يعني ده مع ده يعني كيمياء بتبقى مع ان انت مرتاح للكواليتي اللي طالعه، وان احنا نبقى مرتاحين طبعا مع بعض وازاي نتعامل مع بعض، ده حاجه مهمه جدا. يعني هي لازم تبقى مستريحه معايا وانا لازم ابقى قادر اتعامل معاها، لان في ناس تبقى صعبه شويه في التعامل. اعتقد ان المره دي ان الاغنيه كومبليتلي جديده، مش بس سميره هي اللي جديده، مش يعني مش زي كل مره الناس بتبقى قاعده مستنيه لوك جديد لمطربه وبس، لا اعتقد هو الاوديو اوريدي كان مختلف وده ساعد على ان احنا نقدر نعمل فكره مختلفه تماما، ومفيش موضوع مفيش حدوته. هي يعني تعتبر زي الفاشن كليبس كده شويه، فهي
كلها على بعض مود مختلف واكسبيرينس مختلفة بالنسبة لي انا كمان ما عملتش الحاجات دي كتير. وبالنسبة لها اعتقد هو اعتقد بالنسبة للناس اللي هتتفرج يعني هيحسوا ان هي مختلفة يعني مش 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 بس كلام عادي يعني هي فعلا اغنية شوية مختلفة في فكرتها من الاول من من طريقة التعامل معها. سميرة يعني من اشطر الناس اللي بتتعامل مع الكاميرا. انا دايما بقول ان الكاميرا بتحبها يعني وهي بتعرف ازاي تتعامل مع الكاميرا وبتعرف ازاي تشوف الكاميرا وبتعرف ازاي تديك الاكسبريشنز اللي انت بتدور عليها وتديك الاتيتود اللي انت بتدور عليه. والاغنيه دي كلها كانت بيست على الاتيتود بيست على الشخصيه اللي هي فيها وطريقه اغنائها وطريقه حركه جسمها. الاغنيه ما فيهاش دانسينج ما فيهاش اي حاجه بس حتى وقفتها ليها اتيتود حتى بصيتها ليها اتيتود. فاعتقد ده الجديد اللي في الموضوع بالنسبه لل ان مش بس بتغير شكل وبنعمل وبتغني وخلاص للكاميرا لا هي بتشويه يعني مساله مختلفه بالنسبه لها المره دي بالنسبه لها وبالنسبه لي زي ما بقول لك هي حتى بالنسبه لي انها اكسبيرينس. هي كانت الاول احنا كنا متفق عليها على اساس ان الاغنيه مغربيه وكنا فعلا عايزين نزوده شويه وعايزين نبقى باين كده. وبعدين لما انا فكرت شويه لقيت ان هي هيبقى محشور قوي فقللته جدا 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 وعملناه في ابسط الاماكن لان الاغنيه اوريدي التراك مغربي فانا مش محتاج اخليها مغربي اكتر من كده. فحبيت اخد بس الفكره الموضوع بشكل مختلف ما مش عشان اغنيه مغربيه فانا اروح في المغربي كده على طول من غير ما افكر يعني. وصلنا دلوقتي لاخر فقره في البرنامج واهم تعليقات على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا النهارده للفنان محمد رجب بيقول فيلم سالم ابو اخته يعبر عن ثوره الشباب المطحون في مصر. هلا صدقي مبسوطه جدا بمشاركتي في مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه وفي افلام الحقيقه عجبتني كتير. فتحي عبد الوهاب الله يرحم المخرجه ايناس ابو بكر عاشت وماتت مظلومه. المنتج محمد حسن رمزي علق قلبك دائما برب الخلق لا بالخلق. محمود حميده شكرا للمخرج محمد خان على فيلم فتاه المصنع. لقاء سويدان مشغول حاليا في تصوير مسلسل انا وبابا وماما مع اشرف عبد الباقي ونشوه مصطفى. امل رزق الكلمه الطيبه تساوي الكثير مع انها لا تساوي الا القليل. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهارده. استنوني كل يوم في نفس الميعاد وما تنسوش ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالالوان اندرسكور الطبيعيه ادريمز وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديه دريم تي في. اشوفكم بكره بالوان الطبيعيه.